فؤاد فؤاد يلا نوض تاكل الهرني وجيت العشاء باش هكا ترتاح شويه. كعرف مع خدمه الويكند اليوم كم ترتاح هاد السيمانه خدمت بزاف. اه وين عييت شنو درت شي تركتور مستعد للطيارة. او واو جيو واو واش ميوا يا مال هزيت الطيارة. هجيب معاك الخبز بعدا الله يرضي عليك. اليوم درت لك واحد الطاجين تفل صباعك. اه بون تي تي هادي عافاك شد هادي درها لي تما. واحد طويجين معلك. واو واو عندك تاكل صباعك سايين صباع ما ناكلهمش مي طاجين ناكلو بسم الله حشوية لي عافاك بسم الله بسم الله. كان واحد الحاجه ناقصه. شنو هي؟ المشروب العجيب. ايه عافاك تجيب الله يرضي عليك. غادي نجيب انا ما ناكلش بلا مشروب العجيب. شكل هاد النمرة جديدة ما عمرو ما كانت هنا. المهم نخليو له التليفون حتى يجي ويشوف لنا شكون هاد النمرة. نبرد على قلب باللوز المشروب العجيب. شو واحد صنع لك النمرة؟ ما عرفتش شكون صار لك الميساج. النمرة شكون؟ اختي. اكثر تضحك وكوا تسلمك تسلمك اختك. اختك عندها نورمالمون مكتوبة نمرتها. وي سي جوست علاش بدلت النمرة وصيفطت لي زعما. وعلاش ما تصيفطليش انا؟ بوكو صيفطت لك غير ليك؟ ما عرفت سي هي ما نكذب عليك سي هي نو. بس نورمالمون ملي كتبدل النمرة ولا شي واحد يبدل النمرة كتصيفطها لي. وسي بوكو صيفطتها لك غير ليك نتايا؟ ما عرفتش علاش ما تسوليهاش هي. انا جاي لو ميساج ما سي اختي. وي سي سا اختي ونورمال باغي تاكل تهزنا عادي بحال حتى شي حاجه ما وقعت بحال ما كاين والو زعما بحال مهبله كنهضر مع الخوا الخاوي. واش من نيتك دابا؟ واش من نيتك دابا وقت الماكله؟ واش انا كنقول لك شكون اللي صونالك عليك كتكذب عليا وزيدها بالماكله؟ واش ما عندك القلب؟ سي كوا فرونشمون هاك كولي بوحدك بناقص كاع بهاد الماكله ما بغيتيش تقيني ما تقينيش. المهم استغفر الله يا ربي استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا ربي يا ربي يا ربي. وصلنا هذا النهار عاود كنا فرحانين ما بينا ما علينا حطينا ناكلو صداع على والو. سلام انا فوزيا هذه نمرتي جديده. يا شتو الزربه فين كتوصل؟
هان دابا هو كان على نيته انا جايه كنكذب عليه كنقول له لا مشي هكا لا وهكا. استغفر الله استغفر الله يا رب استغفر الله. نعم صونيل تا تليفونو خلاه هنا. هادي هي اللي كيوقع لها قلة الصبر، هادي هي قلة الصبر. فوالا البنات حنا كنا كنمثل لكم شويه على الحياه الزوجيه، بارفو راه كاين المشاكل، بارفو على شي حاجه تافهه يعني ما كتستاهلش كاع داك النقاش يعني. وكان المراه صبرات لو كان ما وقعش داك الشيء يعني كنا سعداء كنضحكوا ناشطين فرحانين ناشطين فرحانين حاطين طويجين باش ناكلو وجات تصدعت وقفت عليه وقفت له فوق الراس. المهم قلنا غير نشارك معكم بعض من المواقف اللي كيوقعوا بين الرجل ومرته وكيسبب لهم مشاكل كبيره، وهو هو واحد المشكل اللي صغير يعني لو كان صبرت لو كان ما ديتهاش فيه لو كان هكا ما غاديش يوقع ما غاديش يوصل لهاد الدرجه ان الراجل ينفر منك ويمشي يقول لك انا بنقص كاع من هاد الماكله اللي طيبتي ويمشي ويخليك. اكزاكتو فوالا نتمنى الفيديو يكون عجبكم، والا بغيتو نبقاو نمثلو لكم بحال هكا خليونا في لي كومونتير صافي. عندكم دي زيدي تاع شي تمثيل الا حنا نعرفو نمثلو ما نعرف واش نعرفو نمثلو ولا لا زو. المهم البنات ما تنساوش ما تبخلوش علينا بالبارطاج حيت فريمون هادشي كي خصو يوصل للناس حيت فريمون راه شي حاجه بسيطه كتضيع عليها عائله كتضيع عليها نهار كتضيع عليها فرحه كتضيع عليها بزاف من حاجه على شي حاجه ما كتستاهلش. المهم ديروا بارطاج وديروا لايك ونقول لكم تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله نموت عليكم نبغيكم خير ربي خير ربي. سلامه دابا انا نمشي نتهم هاد الطواجين هادي التهمو هاد الطواجين اللي كيسولو اسمو كناكل هنا. البنات درت البصله معسله بالزبيب واللحم هكا في توتا صغيورين واللوز ماشي هيت قبل سلامه.